تكوينات الجيولوجية وعوامل تشكيل سطح مصر. وبإذن الله هيكون برضو في مراجعة على الدرس الثالث. بداية طبعا بالنسبة لي دروس طويلة طبعا، فهنحاول مع بعض نسرع مع بعض في عملية الشرح أو المراجعة. أولا علم الجيولوجيا زي ما قلنا إنه علم أيضا زي علم الجغرافيا، نشأ في أو ذات نشأة يونانية، ويطلق عليه علم الأرض، وبيهتم بدراسة نشأة الكرة الأرضية والتطور الجيولوجي الذي مرت به وخصائص الصخور وأنواعها وتاريخها. بينقسم إلى عدة علوم زي علم الحفريات وعلم الطبقات الصخرية، وزي ما قلنا إنه في علاقة وثيقة بين هذا العلم وجغرافية الجيمورفولوجيا. بداية جغرافية مصر زي ما قلنا بتقع فوق جزء من درع قاري قديم، وده بيعرف بالكتلة العربية النوبية، وده تعرض لتصدع طبعا في الزمن الثالث، ونتج عنه تكون أخدود البحر الأحمر، وانفصلت مصر من في هذا الزمن عن شبه الجزيرة العربية. بداية سطح مصر تكون نتيجة للعديد من العوامل عبر الأزمنة الجيولوجية المختلفة منها، وزي العوامل الباطنية زي التصدع والالتواءات والعديد من الحركات، إلى جانب عوامل التعرية الخارجية زي عمل التعرية الهوائية والتعرية المائية. طبعا مر سطح مصر بالعديد من المراحل عبر الأزمنة الجيولوجية المختلفة، ودي بتتمثل في أولها الزمن الأركي والزمن الأول والثاني والثالث والرابع. طبعا العصور دي احنا شرحناها مش هنعيدها عشان بس ننجز في المراجعة. أولا الزمن الأركي، وده مثلا مصر من أشهر الصخور بتاعته صخور البازلت والجرانيت، وبتمتاز هذه الصخور أو ترجع أهميتها بأنها تدخل في أعمال البناء زي الرخام والجرانيت، إلى جانب تحتوي على المعادن الفلزية مثل الحديد والذهب والمنجنيز. طبعا الزمن الأركي بيوجد تكويناته في بعض المناطق المهمة في مصر مثل جبال على الخريطة، ثم المثلث الجبلي في جنوب سيناء، وفي جبل العوينات في أقصى الجنوب الغربي لمصر، إلى جانب جندل الأول وخان الكلبشة عند نهر النيل. أما الزمن الأول ده زي ما قلنا بيحتوي على 6 عصور جيولوجية، مساحته 1% فقط من مساحة مصر، وقلنا إنه تكوينات هذا الزمن لا تغطي إلا نسبة قليلة جدا من سطح مصر. وقلنا السبب في ذلك اللي هو نشاط عوامل التعرية التي عملت على إزالة هذه التكوينات، فلم يتبقى على سطح سوى نسبة قليلة منه تشغلها بعض المناطق. من أهم هذه المناطق وادي عربة في هذا الجزء هو في الصحراء الشرقية، إلى جانب وسط هو يعني إلى الشمال من المثلث الجبلي، ثم حول جبل العوينات. يبقى كده لتكوينات الزمن الثاني، وده بيشمل 3 عصور جيولوجية هي الترياسي والجراسي والكريتاسي، مساحته حوالي 42% من جملة مساحة مصر، وتعد صخور الكريتاسي أكثرها انتشارا في هذا الزمن. وأيضا يعد هذا الزمن أكثر الأزمنة الجيولوجية انتشارا في مصر. تكوينات الجيولوجية بتتمثل في الحجر الرملي النوبي، وده بميزتها إنها بتحتوي على خزانات المياه الجوفية، إلى جانب أيضا قد تحتوي على تكوينات البترول. أيضا توجد في هذا الزمن صخور طباشيرية تحتوي على خام الفوسفات، إلى جانب رواسب الفحم في جبل المغارة. أهم مناطق انتشار الزمن الثاني هضبتي الجلف الكبير والعبابدة، طبعا الجلف الكبير في الصحراء الغربية هنا، ثم وهضبة العبابدة الرملية في الصحراء الشرقية، منخفض الواحات البحرية وأجزاء من منخفض الفرافرة،
هضبتي العجمة والتيه في وسط سيناء في هذا الجزء، إلى جانب جبل المغارة في شمال سيناء اللي بيوجد فيه طبعا تكوينات الفحم. أما الزمن الثالث فقلنا بينقسم إلى 5 عصور، الباليوسين والأيوسين والأوليوجوسين والميوسين والبلايوسين، وده مساحته حوالي 33% من جملة مساحة مصر، يعني تكويناته بتغطي حوالي 33% من جملة مساحة مصر. من أهم التكوينات الصخرية بتاعته معظمها من الحجر الجيري، ودي ميزتها إنها بتستخدم في أعمال أو أغراض البناء، وإلى جانب يدخل في صناعة الأسمنت والجبس. أيضا قد تحتوي تكويناته على مصايد البترول خاصة في عصر أو تكوينات عصر الميوسين، وبالتالي هنا ممكن نلاقي في تشابه بين بعض الأزمنة وبعضها البعض، يعني ممكن تشابه بين الزمن الثالث والثاني. أيضا بين تكوينات الزمن الثالث والزمن الثاني، حيث قد تحتوي التكوينات الزمنين على مصايد البترول أو على البترول، لكن معظم تكوينات البترول غالبا ما توجد في الزمن الثالث. أهم مناطق انتشار الهضبة الوسطى وهضبة مرمريكا في الصحراء الغربية في هذا الجزء كامل. هضبة المعازة بالصحراء إلى جانب بعض المناطق المتفرقة على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة. بيتكون الزمن الرابع من عصرين هما البلايستوسين والهولوسين. بالرغم من أن هذا الزمن صغر عمر هذا الزمن، إلا أنه آثاره لا زالت موجودة بوضوح على سطح مصر، والسبب طبعا بسبب حدثاته، لأنه يعتبر آخر الأزمنة الجيولوجية الموجودة على أو كانت تعرضت لها مصر. مساحته حوالي 14 بتاعته من جملة مساحة سطح مصر، ويتكون من رواسب سطحية قليلة السم. من أهم هذه الرواسب رواسب طينية ونيلية، ودي طبعا زي ما احنا عارفين تكونت بفعل عمليات الإرساب النهري اللي كونها نهر النيل في الوادي والدلتا ومحافظة الفيوم. أيضا رواسب بحرية، ودي بتمثل في الرمال أو الشواطئ الرملية الموجودة على البحار. أيضا شواطئ المرجانية طبعا بيمتاز بها البحر الأحمر، ثم تلال جيرية ورواسب رملية، دي طبعا نتجت عن عمليات التعرية الهوائية مثل بحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية. أهم مناطق انتشار الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، ودي بنسميها نقول عليها رواسب طينية. الساحل الشمالي، ساحل البحر الصحراء الغربية وشمال سيناء، الصحراء الغربية طبعا بحر الرمال العظيم وبعض الكثبان الرملية، إلى جانب الجزء الشمالي من سيناء. ده بالنسبة للجزء الخاص بالأجيولوجيا. الآن مع بعض العوامل التي شكلت سطح مصر، وقلنا العوامل ديت عاملين، عوامل باطنية وعوامل خارجية. والعوامل الباطنية تشمل التصدع والتدخلات البركانية إلى جانب عوامل الالتوائية. طبعا زي ما احنا شايفين التصدع قلنا هو عملية انكسار في القشرة الأرضية، قد تحدث نتيجة عمليات شد أو ضغط يؤدي إلى ارتفاع أجزاء وانخفاض أجزاء أخرى. وقلنا هذا أو التصدع أو حركات التصدع حدثت في مصر في أو حدثت في الزمن الثالث، وخاصة في عصر الأوليوجيسين، وجنوب سيناء. أيضا إلى جانب البحر الأحمر والمثلث الجبلي جنوب سيناء، عند العديد من المناطق الأخرى اللي تعرضت لهذه لعمليات التصدع، منها هضبة المعازة والعبابدة في الصحراء الشرقية، إلى جانب الأجزاء الجنوبية الوسطى من الصحراء الغربية في هذا الجزء، مثل انكسار اللي هو
امتد في منخفض الخارج في الصحراء الشرقية، ودي كان لها دور كبير جدا في تكون الأودية الجافة، واللي بعد كده هو زي ما قلنا التعرية المائية والهوائية استكملت عملها، لكن التعرية المائية كان لها دور أكبر نتيجة لعمليات نتيجة لسقوط الأمطار على جبال البحر الأحمر، من أمثلتها وادي قنا. العامل الثاني من العوامل الباطنية التداخلات البركانية، وطبعا حدثت التداخلات البركانية متزامنة مع عمليات الانكسار، يعني عمليات الانكسار ترتب عليها خروج بعض الماسورات البركانية أو اللافا البركانية، وديت حدثت في مصر، كان أفضل تمثيل ليها موجودة في منطقة جبل قطراني في شمال الفيوم. طبعا الحركات الالتوائية نتج عنها العديد من الظاهرات التضاريسية الموجودة في مصر، ودي عبارة عن حركات ضغط جانبية قادمة من الشمال الشرقي، أي من ناحية شبه جزيرة سيناء، ودي ساهمت في تكون في التواءات خفيفة في الطبقات الرسوبية أو بنسموها الصخور اللينة أو الطبقات الرسوبية، وتكون بناء عليها قباب سميت مثل قبو البحرية اللي تحول فيما بعد إلى منخفض الواحات البحرية. من الخريطة اللي قدامنا هنلاقي هنا المناطق اللي تعرضت لعمليات الالتواء، سواء كان التواء محدب أي عبارة عن قباب، أو التواء مقعر عبارة عن تكون منخفضات، وإن كان بعض الالتواءات المقعرة تحولت بعد ذلك إلى منخفضات زي منخفضات الواحات البحرية نتيجة لعمليات التعرية. نيجي بقى كده عوامل التعرية الخارجية. استكملت عوامل التعرية الخارجية دورها في تشكيل سطح مصر بعد عمليات التعرية الباطنية، وبتشمل عندي التعرية المائية والتعرية بفعل الرياح. يعني هنلاقي بعض الظاهرات التضاريسية لم تتكون فقط بفعل عامل باطني، ولكن هنلاقي كان في بداية عامل باطني، ثم بعد ذلك استكملت عوامل التعرية الخارجية دورها في إتمام هذه الظاهرة التضاريسية. من التعرية، أولا التعرية يقصد بها عمليات نحت ونقل وإرساب، سواء كانت تعرية مائية أو هوائية أو بحرية، حيث تقوم المياه أو الهواء بعمليات تقوم المياه أو يقوم الهواء بعمليات نحت للصخور، ثم حمل هذه المفتتات، ثم إرسابها في مناطق فيها. طبعا عارفين الأنهار أثناء جريانها عند سقوط الأمطار في مناطق المنبع، ثم أثناء الجريان تعمل عملية نحت للصخور سواء من في مناطق المنبع أو أثناء طول جريانها عبر مجرى النهر، وتقوم بحمل هذه المفتتات والرواسب، ثم بعد ذلك عند مناطق النصب أو في عند انخفاض أو استواء السطح وضعف المياه تقوم بعملية الإرساب لهذه المفتتات، فتكون العديد من الأشكال ومنها الأودية النهرية إلى جانب الدلتوات كما هو الحال في مصر. بعد كده التعرية البحرية، وديت ناتجة عن عمليات نحت أو بفعل الأمواج، أو نتيجة عمليات المد والجزر أو التيارات الساحلية، ودي أيضا بتعمل على عمليات نحت ونقل وإرساب، وليها دور كبير في تشكيل السواحل والشواطئ. ومن أهم الأشكال اللي بتنتج عن الأمواج أو عمليات التعرية البحرية الرؤوس الأرضية، ودي قلنا عبارة عن نتوءات داخل المياه متقدمة أو تقدم اليابس في اتجاه الماء، إلى جانب أيضا الخلجان والشروم العكس. الخلجان والشروم هي عبارة عن تقدم الماء داخل من اليابس، زي ما احنا بنشوف مثلا زي خليج العقبة وخليج السويس أو الشروم زي شرم الشيخ، إلى جانب الجروف الساحلية والشواطئ الرملية. الجزء الثاني الثالث اللي هو التعرية بفعل المياه الجوفية.
وطبعا زي ما احنا عارفين انه في الزمن الثالث او في اواخر الزمن الثالث كانت مصر معرضة لفترات مطيرة في تلك الفترة، ترتب عليها طبعا نتيجة لسقوط الامطار على معظم سطح مصر الى تسرب جزء من هذه المياه في باطن الارض. طبعا اثناء تسرب المياه في باطن الارض قابلتها العديد من الصخور الجيرية اللي بترجع إلى الزمن الثالث، طبعا عملت على إذابة هذه الصخور فتكونت العديد من الكهوف الأرضية أو الموجودة في الهضاب المصرية أو نتيجة عملية توسيع الشقوق التي حدثت نتيجة لعمليات الانكسار التي تعرضت لها معظم الأراضي المصرية في الزمن الثالث. آخر حاجة عندي تعريه بفعل الرياح. طبعا الرياح زي ما قلنا بتقوم بعمليات نقل ونحت وإرساب في المناطق الصحراوية في مصر، ولنشطت خلال فترات الجفاف في الزمن الرابع، لذلك كان لها دور كبير جدا في خفض أو حفر المنخفضات الصحراوية بالصحراء الغربية استكمالا لعمليات من العمليات الباطنية، لأن بعضها العدد كبير منها نشأ نتيجة عمليات التصدع، واستكملت التعرية بفعل الرياح هذا الأمر، حيث ساعدت الصدوع والشقوق وعمليات الإذابة المائية والرياح في حفر هذه المنخفضات واكسرها المنخفضات القطارة والخارجية، وبالتالي هنلاقي إنهم تكونوا بفعل عاملين، عامل خارجي وعامل تكون القطارات والكثبان الرملية في الصحراء الغربية مثل بحر الرمال العظيم. وطبعا المسؤول أو الأساسي عن هذا الأمر هو الرياح الشمالية الغربية اللي ساهمت في تكون الأشكال الرملية واتجاهات تحرك الكثبان حسب اتجاه ميل الرياح. ودلوقتي هنراجع الدرس الثالث والأخير في الوحدة اللي هو تضاريس مصر. وزي ما احنا عارفين وقلنا في الشرح في الحصص اللي فاتت، تضاريس مصر بتنقسم إلى الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، ده القسم الأول، الصحراء الغربية قسم تاني، الصحراء الشرقية القسم الثالث، الصحراء الغربية شبه جزيرة سيناء القسم الأخير. بسرعة كده هنمر عليهم وبرضه مش هنقول كل التفاصيل. هنتكلم عن القسم الأول اللي هو نهر النيل في أو وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، فبنتكلم عن نهر النيل وامتداده في أفريقيا، وبنقول إن نهر النيل بيمتد من مناطق غزيرة المطر عند هضبة البحيرات الاستوائية في قلب أفريقيا، وبيمر على هضبة الحبشة في أثيوبيا لحد ما يصب في البحر المتوسط، وبكده هو أطول نهر في العالم تقريبا، طوله حوالي زي ما هو موجود في الكتاب عندنا 6670 كيلومتر. قسمنا حوض النيل لمجموعة من الأقسام عشان تسهل معرفته ودراسته. قسمناه أولا للجزء الأول، هنبدأ كده من عند الجنوب من عند المنابع الاستوائية، وسميناها المنابع الاستوائية أو الدائمة اللي بتضم بحيرة فيكتوريا وبحيرة إدوارد وبحيرة ألبرت، وطبعا نهر الكاجيرا اللي بيصب فيه بحيرة فيكتوريا. وبعدين القسم الثاني أعالي النيل اللي بيشمل بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وبحر العرب، وطبعا احنا قلنا تفاصيل كتيرة جدا في الجزء ده مش هنقولها تاني. مجموعة الصوبات القسم الثالث، والمنابع الحبشية دي اللي هي المنابع الموسمية اللي هي أمطارها في فصل الصيف، ودي اللي بتضم تقريبا معظم روافد نهر الصوبات ونهر عطبرة والنيل الأزرق اللي بينبع من بحيرة تانا الموجودة في دولة إثيوبيا. بعد كده اتكلمنا عن نشأة نهر النيل يا ولاد في مصر، وقلنا ان نهر النيل نشأ في مصر تقريبا في اواخر عصر الميوسين اللي هو احد عصور الزمن الجيولوجي الثالث. وبالمناسبه انت مش محتاج تحفظ اسماء العصور لان انت كده كده بتمتحن اوبن بوك عشان الناس كانت بتسأل على الشات. وكان في الوقت دوت في العصر الميوسين منابع نهر النيل تقتصر فقط على جبال البحر الاحمر، لكن في عصر البلايستوسين اللي هو في الزمن الرابع حدثت حركات ارضيه جعلت الروافد الحبشية والاستوائية تتدفق ناحية الشمال أو تجري ناحية الشمال، وبالتالي اتصلت بيه نهر النيل في مصر. طيب نهر النيل بقى في مصر، احنا كده اتكلمنا بسرعة عن نهر النيل في أفريقيا. نهر النيل في مصر بيمتد من أول نقطة الحدود مع السودان لغاية لما بيوصل ويصب في البحر المتوسط، بطول تقريبا حوالي 1532 كيلومتر. طب عايزين نوصف نهر النيل أو نتعرف على خصائصه الموجودة في مصر، بيقول لنا ان نهر النيل في مصر يتميز بالتعرج. يعني ايه بالتعرج؟ يعني في تنايات في مجرى نهر النيل، التنايات دي اكبر تانية فيهم طبعا مشهورة ومعروفة هي تانية انا. عند الجزء الجنوبي عند محافظة اسوان في ما يعرف باسم الجندل الاول، والجندل الاول ده مجموعة من الصخور النارية الصلبة اللي نشأت عن حركة تصدع بالمنطقة.
يبقى صخور نارية صلبة نشأت نتيجة حركات التصدع، وبالتالي فالجندل الأول ده يعتبر زي ما قلنا من تكوينات الزمن الأركي. وآخر حاجة في وصف نهر النيل في مصر إنه في جزر كتيرة جدا في مجرى نهر النيل. بعد كده اتكلمنا يا أولاد عن مائية نهر النيل، وعرفنا إنه نهر النيل بيستمد مياهه في يعني نهر النيل في مصر بيستمد مياهه من مصدرين أو من منبعين. المنبع الأول أو المكان الأول هو هضبة البحيرات الاستوائية، بس دي بتمدنا فقط ب 16% من الحصة بتاعتنا اللي هي 55.5 مليار متر مكعب. والجزء الثاني او المكان الثاني اللي بنستمد منه ميتنا او حصتنا هو هضبة الحبشة اللي هي المنابع الموسمية، ودي لوحدها يا اولاد بتمدنا تقريبا بحوالي 84% من اللي هم 55.5 مليار. طيب نهر النيل بعد كده في مصر بيجري دون ان يتلقى اي مياه، لانه اخر رافد بيلتقي بنهر النيل هو رافد العقبارة حسب الخريطة، وبالتالي مش بتوصله اي مياه الا ما او ما عدا يعني السيول اللي ممكن تيجي ليه عن طريق الاوديه المنحدره من جبال البحر الاحمر اللي بتتجه ناحيه وادي النيل. علشان كده معظم ميه مصر بتيجي اثناء زي ما قلنا اثناء الفيضان، اما الجزء اللي هو بيجي من ناحيه الاوديه ده الفتره اللي هي بنقول عليها التحريق، اللي هي الفتره عموما اللي بينخفض فيها منسوب مياه نهر النيل. بالنسبه للجزء الثاني في القسم الاول وادي النيل في مصر، كلمه وادي النيل هو الأراضي المنخفضة اللي بتمتد على جانبي النهر وحواليها من الجنبين يعني من الشرق ومن الغرب سنة أولى حافات عالية. طب هو بيمتد من فين لفين بالظبط؟ من أول جنوب مصر إلى القاهرة، مساحته تقريبا حوالي 13,000 كيلومتر مربع. طب بيتكون من إيه أو خصائصه إيه السهل الفيضي اللي على جانبي نهر النيل؟ طبعا بيتميز بأن رواسبه طينية مكونة من النحت والنقل والإرساب زي ما قلنا في العوامل اللي مستر محمد شرحها، وبالتالي نقدر نرجع تكون السهل الفيضي إلى الزمن الجيولوجي الرابع، سواء السهل الفيضي طبعا أو الدلتا. بينحدر من الجنوب للشمال، بيضيق في الجنوب وبيتسع في الشمال، وأقصى اتساع له عند محافظة بني سويف وأقل اتساع له عند شمال كوميومبو. وطبعا غرب النيل بيبقى يعني اتساعه أكتر مقارنة بشرق النيل، وفسرنا الكلام دوت بسبب اقتراب مجرى النيل في الناحية الشرقية من مجرى من هضبة الصحراء الشرقية. الجزء الثالث هو دلتا النيل، وقلنا عن دلتا النيل إن هي عبارة عن رواسب فيضية تكونت عند مصب النهر بما يأتي به من حمولة، وبتترسب قرب البحر المتوسط وفضلت تتطور لحد ما أخدت الشكل اللي انتوا شايفينه اللي هو السهل الدلتاوي أو الشكل اللي عامل زي المثلث دوت. وكان الحقيقة بيخترقها عدة فروع لكن لم يتبقى منها سوى فرع دمياط وفرع رشيد. هي عبارة عن زي ما احنا شايفين كده على الخريطة واخدة أقرب الشكل الهندسي ليها هو المثلث، الرأس بتاعته عند شمال غرب القاهرة قرب القناطر الخيرية اللي هي تفرع النيل لفرع دمياط وفرع رشيد، والقاعدة على البحر المتوسط من أول سهل الطينة شرقا حتى الإسكندرية غربا، ومساحتها طبعا ضعف مساحة الوادي. فيها كده مجموعة من الخصائص الدلتا بتتميز بوجود فرع دمياط ورشيد، طبعا فرع دمياط أطول من فرع رشيد لكن فرع رشيد أكثر اتساعا. فيها ساحل الدلتا برضو زي ما احنا شايفين على الخريطة اللي بيتميز بأن هو ممتد من سهل الطينة شرق بورسعيد لحد غرب الإسكندرية، وبيتميز بوجود الرؤوس والخلجان. قلنا الرؤوس مثلا زي رأس دمياط ورأس البرولوس ورأس رشيد، والخلجان زي خليج أبو قير، وكل الأشكال اللي انتوا سامعينها ديت الرؤوس والخلجان طبعا نقدر نفهم انها اتكونت نتيجة التعرية البحريه اللي اتكلم عنها مستر محمد. البحيرات الساحليه اخر حاجه في الدلتا الممتده من الشرق للغرب زي بحيره المنزله والبرولوس وبحيره ايدكو، وطبعا البحيرات دي بتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحات بنسميها بوغاز زي بوغاز اشتوم الجميل اللي ما بين بحيره المنزله والبحر المتوسط. اخر جزء في القسم دوت هو منخفض الفيوم اللي اتكون زيه زي معظم منخفضات الصحراء الغربيه عن طريق العوامل الباطنيه والعمليات بتاعة النحت المائي والرياح في صخور الهضبة الجيرية اللي ما بين المنخفض ونهر النيل. بينحدر انحدار عام باتجاه الشمال الغربي، يعني نلاقي انه اعمق نقطة في المنخفض هي نقطة الشمال الغربي اللي هي عند بحيرة قارون، وبالتالي هتبقى اعلى نقطة في المنخفض عند الجنوب الشرقي. وطبعا هو متميز عن باقي المنخفضات بالرغم من ان هو
في الصحراء الغربية، إلا إنه متميز عن كل المنخفضات اللي موجودة، لأن بتوصل له رواسب نهر النيل والمية العذبة من نهر النيل عن طريق فتحة اللاهون عبر ترعة بحر يوسف. يبقى إحنا كده تقريبا رجعنا القسم الأول سريعا، إحنا طبعا بنعتزل السرعة. هنكمل مع ميس إيمان الجزء الخاص بالصحراء الغربية والشرقية وسيناء. اتفضلي ميس إيمان. هنبدأ مع بعض ونكمل التضاريس. مس مرسى قالت الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، هكمل معاكم إن شاء الله الصحراء الغربية، وأقول إن الصحراء الغربية دي تمتد، الصحراء الغربية هاخد فيها امتدادها، هاخد فيها مساحتها، وهاخد الأقسام التضاريسية اللي موجودة فيها. تمام، لو اتكلمنا عن امتداد، بس هو الشير مش واضح. مستر محمد الشير بس، ايوه تمام. لو اتكلمنا عن الصحراء الغربية وامتدادها، هقول ان هي بتمتد من البحر المتوسط شمالا حتى حدودنا الجنوبية، او حتى الحدود الجنوبية مع دولة السودان. وادي النيل يحدها شرقا حتى الحدود المشتركة مع دولة ليبيا الشقيقة، وبكده هي بتاخد شكل اقرب ما يكون الى المستطيل، ومساحتها 68% من جملة مساحة مصر. تمام، واتفقنا يا شباب ان احنا مش بنحفظ، لان كل الشات اسئله بنحفظ، احنا مش بنحفظ اي حاجه خالص، لان احنا داخلين اوبن بوك. تمام، هاخد الاقسام التضاريسيه للصحراء الغربيه، واقول ان الصحراء الغربيه يمكن تقسيمها الى قسمين، قسم هضبي وقسم الشمالي او نطاق الساحل. القسم الهضبي بيتكون من ثلاث هضاب، الهضبه الجنوبيه والهضبه الوسطى والهضبه الشماليه، او ما يطلق عليها هضبه مرمريك. هاخد في كل هضبه امتدادها وخصائصها او الظواهر التضاريسيه اللي موجوده فيها. اولا للهضبه الجنوبيه دي يحدها شمالا الحافه الجنوبيه لمنخفض الخارجه والداخله، شباب زي ما كنا متفقين وواضح اهو على الخريطه معاكم. كمان بيحدها جنوبا خط الحدود مع دولة السودان الشقيق، ويحدها غربا الحدود او خط الحدود مع دولة ليبيا، اما شرقا فيحدها وادي النيل، ودي مساحتها حوالي ثلث مساحة الصحراء الغربية، وفيها ظاهرتين اثنين فقط، هضبة الجلف الكبير ده في جنوبها الغربي، وفي اقصى الجنوب الغربي عندي جبل العوينات. وبكده تبقى خلصت الهضبة الجنوبية، وهي بسيطة جدا ما فيهاش أي حاجة سنة أولى. ندخل على الهضبة الوسطى، ودي موقعها بتمتد وسط الهضبتين، يحدها شمالا الهضبة الشمالية أو هضبة مرمريكا، يحدها جنوبا الهضبة الجنوبية، غربا خط الحدود المصرية مع دولة ليبيا، وشرقا بتطل على وادي النيل بحافات منحدرة متقطعة. وقلت إن الحافات دي سنة أولى منحدرة ومتقطعة على وادي النيل في بعض المناطق، والظواهر اللي موجودة فيها برضو ظاهرتين، المنخفضات زي الواحات البحرية وزي الفرافرة، وفيها الأشكال الرملية. الأشكال الرملية دي بحر رمال العظيم وغرد أبو المحاريق. بحر الرمال العظيم هو عبارة عن كثبان رملية اتكونت بفعل الرياح، عملية نحت ونقل وإرسال، بس هنا الأشكال الرملية ظهرت نتيجة عملية الإرسال. أما غرد أبو المحاريق فبرضه ده كثبان رملية، لكن أخد شكل بقى مختلف، هي ضيقة وطويلة ولها قمم حادة وجوانبها منحدرة. وأشهر غرد عندي وأطول غرد عندي هو غرد أبو المحاريق، وده طوله حوالي 350 كيلومتر مربع. اخر هضبه عندي هي الهضبه الشماليه، وده سطحها صخري خالي تماما من الرواسب، وده بفعل الرياح نتيجه لعمليه النحت اللي بتحصل في هضبه مرمريك. هي بتقع شمال الصحراء الغربيه، شمالا يحدوها السهل الساحلي، ودي بتطل في بعض المواقع مباشره على البحر المتوسط زي منطقه السلوم، او في منطقه السلوم مثال على كده. اما من الجنوب فيحدها منخفض القطاره، منخفضي القطاره ومنخفض سيناء. النطاق الساحلي في عجاله بسيطه هو بيبدا من غرب مدينه الاسكندريه شرقا، وقلت ليه مس غرب مدينه الاسكندريه؟ لان مدينه الاسكندريه باكملها تقع تبع الدلتا، يبقى يمتد شمالا من غرب مدينة الإسكندرية حتى هضبة السلوم، والقسم ده بيعرف باسم إقليم مريوط. الظواهر التضاريسية اللي موجودة فيه العديد من الظواهر التضاريسية زي الرؤوس الأرضية، وقلنا الرؤوس الأرضية هي عبارة عن جزء من اليابس ممتد داخل البحر، نطوق صخري ممتد داخل البحر. ومثال على كده عندي رأس زي ما هو موجود في الخريطة اهو، رأس الضبعة ورأس الحكمة ورأس علم الروم، بالإضافة إلى وجود الخلجان، ودي عبارة عن جزء من الماء ممتد داخل اليابس زي خليج العرب.
آخر حاجة عندي في الظواهر اللي موجودة هي الشواطئ الرملية. تمام، وبكده تبقى خلصت الصحراء الغربية. أما بالنسبة للصحراء الشرقية، في عجالة بسيطة بتمتد من وادي الطميلات في الشمال حتى الحدود الجنوبية مع دولة السودان، أو خط الحدود مع دولة السودان. ساحل البحر الأحمر وخليج السويس يحدها شرقا، وادي النيل يحدها غربا، ودي مساحتها 22% من جملة مساحة مصر. أقسامها التضاريسية، أول قسم عندي هي عبارة عن 4 أقسام: خط الساحل، وده بيمتد من خليج السويس حتى رأس حضرموت من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، ونفس الامتداد بينطبق على جبال البحر الأحمر أو سلسلة جبال البحر الأحمر من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي. أهم مميزاته، مميزات الخط الساحل ده، إن فيه رؤوس أرضية وفيه خلجان وفيه شروق، وعرفنا يعني رؤوس أرضية وفيه خلجان. واعذرونا بس على السرعة يا شباب عشان الوقت. أما بالنسبة للساحل الساحلي أو الجزء الثاني بتاعي، هو الساحل الساحلي والساحل الساحلي، وده بيقع بين خط الساحل شرقا وجبال البحر الأحمر في الغرب، وهو مستوي بصفة عامة مع وجود بعض البروز البسيطة فيه، وهي عبارة عن تلال مرتفع وبتغطيه الرواسب الرملية والمفتتات. الجزء الثالث عبارة عن جبال البحر الأحمر، وهي بتمتد زي ما قلنا زي خط الساحل من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، مستمرة في مصر والسودان وأريتريا. أعلى جبل فيها هو جبل الشايب، ده بيعد أعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر، وهي بتنحدر بشدة تجاه السهل الساحلي أو تجاه الشرق، وبتنحدر انحدار بسيط او تدريجي نحو الغرب، وبتقطعها العديد من الاوديه، وبالتالي ما دام انحدارها شديد تجاه الغرب، يعني انحدارها شديد تجاه الشرق، يبقى الاوديه اللي بتجري تجاه الشرق او تجاه البحر الاحمر بتتميز بانها قصيره سرعه الجريان. ومثال على كده زي ما موجود عندي في الخريطه وادي علم ووادي الجمال. اما الاوديه اللي بتتجه نحو الغرب او نحو وادي النيل بتتميز بانها بسيطه في الانحدار او اقل انحدار، و طويلة أو أقصر طولا إذا ما قورنت بالأودية الأخرى. تمتد نحو وادي النيل زي مثال على كده وادي قنا ووادي الأسيوطي ووادي العلقي. وأخيرا النطاق الهضبي، وده بس بينقسم من عند ثانية قنا أو تعريجة سنة قنا إلى هضبة شمالية يطلق عليها هضبة المعازة الجيرية، وهضبة جنوبية يطلق عليها هضبة العبابدة الرملية، ودي جنوب ثانية قنا. وبكده يبقى خلصنا الصحراء الشرقية. أبدأ في شبه جزيرة سيناء، ودي مساحتها 61,000 كم مربع، ويمكن تقسيمها إلى 3 أقسام تضاريسية. النطاق الشمالي وهو نطاق ساحلي بيبدأ من رفح شرقا، من شرق مدينة رفح شرقا حتى شرق تفريع قناة السويس غربا. وقلت ليه شرق مدينة رفح شرقا؟ لأن رفح بأكملها بتقع في الأراضي المصرية. بيتميز النطاق الشمالي بعدة مميزات، زي إن هو منخفض وانحداره انحدار قليل أو بسيط. بيوجد فيه سبخات ومستنقعات، واتفقنا يا شباب إن المستنقعات دي عبارة عن مناطق من المياه الراكدة، وبتتغير شكلها وريحتها، وبتتميز بانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة لأن المياه فيها مياه راكدة. أما بالنسبة للسبخات فدي أرض منخفضة، وبتتميز بأن فيها نسبة الملوحة عالية نتيجة لقربها من المياه الجوفية للانخفاض الشديد، أو لأنها قريبة من البحر، وهي رطبة في فصل الشتاء وتجف بالطبيعة في فصل الصيف فصل الجفاف. تمام كده، وطبعا بتتحول في فصل الجفاف الى مسطحات ملحيه. ده بالاضافه الى الكثبان الرمليه، ودي الكثبان الرمليه احنا بنعتبرها سلاح ذو حدين. ليه؟ لان هي تاخد شكل ايجابي وسلبي في ان واحد. الايجابي انها بتعد خزانات طبيعيه لمياه الامطار، اما السلبي انها بتؤدي عند نشاط رياح الى تدمير الابار والاراضي الزراعيه ووقوع العديد من الحوادث. ده بالإضافة إلى وجود بحيرة البردويل. كمان عندي ظاهرة جغرافية متمثلة في التلال الكبابية زي تل الحلال وتل المغارة. الجزء الأوسط وهو النطاق هضبي، مساحته حوالي 54% من مساحة شبه جزيرة سيناء، وبينقسم إلى هضبتين. في الشمال هضبة التي، شمال الجزء الأوسط هقسمه نصين، الشمال منه هضبة التي، والجزء الجنوبي منه الجنوبي هضبة العجمة. شايفين العامل المشترك أو القاسم المشترك بينهم حرف الجيم عشان ما نتلخبطش يا شباب بين الهضبتين. آخر حاجة عندي المثلث الجبلي جنوب سيناء، ومن اسمه هو أخد شكل المثلث، والمظهر بتاعه أو يعني الطابع فيه الطابع الجبلي، وبيقع في جنوب شبه جزيرة سيناء، وهو بيمتد في شكل مثلث قاعدته عند دائرة عرض 29
ورأسه عند رأس طبعا 29 شمالا، ورأسه عند رأس محمد جنوبا عند التقاء خليج السويس بخليج العقبة، يفصل وادي فيران عن هضبة العجمة في الشمال. بيتميز بأن شرقا ينحدر انحدار شديد تجاه خليج العقبة، يبقى ينحدر بشدة تجاه خليج العقبة، وبالتالي يترك سهلا ساحليا ضيقا لا يسمح بعملية الزراعة. أما من ناحية الغرب فهو بينحدر انحدار تدريجي، فيترك سهلا ساحليا متسعا يعرف باسم سهل القرن، تمام؟ والسهل ده موازي لخليج السويس زي ما هو واضح عندكم في الخريطة. أما الظواهر اللي موجودة فيه في النطاق الجبلي، بيتميز إن بتقطع عدد من الأودية زي وادي سدر ووادي فيران ووادي وتير، موجود فيه بعض القمم الجبلية وأعلاها جبل سانت كاترين اللي يعتبر أعلى قمة جبلية في مصر، ارتفاعه تقريبا 200 أسفة 2642 متر. وكده يبقى خلصنا فيه عجالة بسيطة تضاريس مصر، سواء الوادي والدلتا أو منخفض الفيوم أو الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. تمام يا شباب، دلوقتي بقى همرد عليكم فورم. أما يقول لي يتوسط فرع رشيد بحيرتي، إذا حضرتك بتتكلم عن الدلتا، وبناء عليه أنا المفروض أفتح على الخريطة بتاعة مصر أو الخريطة اللي موجودة في الدلتا بتاعتي، وهلاقي إن فرع رشيد بيتوسط بحيرتين، وهي فرع رشيد، برافو عليكم، بيتوسط بحيرتين، هي بحيرة البرولوس وبحيرة إدقو. طب لو جالي فرع دمرات يبقى بيتوسط بحيرة المنزلة وبحيرة البرولوس، تمام؟ السؤال بيقول: أي الأودية الآتية كان يمثل أحد منابع نهر النيل أثناء عصر الميوسين؟ إحنا متفقين إن نهر النيل كان بينبع في بدايته في عصر الميوسين في الزمن الثالث، في أواخر الميوسين في الزمن الثالث، كان بينبع من جبال البحر الأحمر. وبناء عليه إيه الوادي اللي هيغذي نهر النيل في الزمن الثالث؟ يبقى الأودية اللي بتنحدر أو بتتجه ناحية الغرب أو ناحية وادي النيل. لو بصينا للخريطة هلاقي إن كل الأودية اللي موجودة وادي كنا بيتجه نحو وادي النيل أو نحو نهر النيل. طب يبقى ده ممكن؟ ممكن. طب وادي علم ده بيتجه نحو البحر الأحمر. طب وادي جمال بينطبق بيتجه نحو البحر الأحمر. طب وادي وتير؟ لا، ده موجود في شبه جزيرة سيناء، وبالتالي يبقى الإجابة عندي وادي كنا. السؤال اللي بعديه: نتجت الحدود الشرقية لمصر عن؟ يقصد بالحدود الشرقية المصرية البحر الأحمر. طب البحر الأحمر نتج عن إيه؟ حدود البحر الأحمر نتج عن حركات انكسارية، تعرية بحرية ولا التواءات ولا تدخلات بركانية؟ لا، إحنا خدنا في عصر اليوجوسين ظهر نتيجة لحركات انكسارية نشأ وتكون البحر الأحمر وجبال البحر الأحمر. والسؤال ده متكرر بأكتر من طريقة ومتلون، والإجابة بتبقى واحدة يا سنة أولى، يا إما انكسارات يا إما تصدع، وهيبان دلوقتي وإحنا بنحل. أقصى اتساع غربي لمصر يوجد عند التقاء خط طول 25 شرقا مع دائرة عرض؟ على طول هفتح الخريطة بتاعة موقع مصر وهلاقي إن أقصى امتداد ناحية الشرق خط طول 25 شرقا مع دائرة عرض 22 شمالا زي ما هو باين كده يا شباب، تمام؟ السؤال اللي بعديه: تتوقع زيادة الإيراد المائي لنهر النيل بمصر في شهر؟ هو بيقول لي ديسمبر ولا أغسطس ولا يناير ولا فبراير. احنا متفقين زي ما مس مرسى لسه قايلة ومأكدة ان مائية نهر النيل 84% جاي لي من هضبة الحبشة و 16% جاي لي من الهضبة الاستوائية، وبناء عليه يبقى انا اكبر ايراد للمية في مصر بيأتي من هضبة الحبشة، تمام؟ هضبة الحبشة بتسقط عليها امطار موسمية في فصل الصيف، وبالتالي ايراد نهر النيل من المتوقع ان هو يزيد عندي في شهر من شهور الصيف، وهو شهر أغسطس، لأن ديسمبر ويناير وفبراير دي كلها فصول شتاء، لكن أنا هتزيد المية عندي في شهور الصيف المتمثلة في أغسطس بصفة خاصة. اتفضل يا مستر. يختلف التكوين الجيولوجي لجبل العوينات عن المناطق المحيطة به، عبارة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا العبارة لو رجعنا للجبل اللي للجدول بتاع التكوينات الجيولوجية، وبأكد تاني يا شباب واحنا بنحل محدش يحل بدماغه إلا لما يفتح الكتاب ويطلع الإجابة من الكتاب. بيختلف التكوين الجيولوجي لجبل العوينات عن المنطقة المحيطة؟ أيوة بيختلف. ليه؟ لأن جبل العوينات عبارة عن أو بيرجع تكوينه إلى الزمن الأركي، لكن حول جبل العوينات ده زمن أول أو الزمن الجيولوجي الأول. طب وهضبة الجلف الكبير ده زمن جيولوجي تاني. إذا فعلا بيختلف جبل العوينات عن المناطق المحيطة فيه بتركيبه الجيولوجي، وتبقى العبارة صحيحة. السؤال اللي بعديه:
أكثر الأزمنة الجيولوجية تأثيرا في النشاط الزراعي بمحافظة الوادي الجديد الزمن الرابع، عبارة صحيحة أم خاطئة؟ لو فتحنا الجدول بتاعنا هنلاقي ان الوادي الجديد، محافظة الوادي الجديد بتقوم فيها الزراعة على الآبار والعيون. أنا لو اتكلمت عن الزراعة بصفة عامة هيبقى النشاط الزراعي بيعتمد على التكوين أو الزمن الجيولوجي الرابع، لأن حدثت فيه رواسب طينية. لكن في الصحراء أو في الوادي الجديد بنعتمد على مياه الآبار والعيون. طب مياه الآبار والعيون دي كونت في الزمن الكام؟ إذا كونت في الزمن الجيولوجي الثاني حيث الحجر الرملي النوبي، وبالتالي تبقى العبارة خاطئة. عند سقوط السيول على المنحدرات الغربية لجبال البحر الأحمر، فإن تصريف المياه يكون باتجاه؟ تمام، احنا هنجاوب بس بعد اذن حضرتك السؤال اللي قبليه ما اتقالش، بس هجاوب بقى على السؤال ده وبعد كده ننتقل للسؤال اللي معلش، قبليه. هو ما كانش مفيش باين. مشكله. هي مشكله بس ان طيب لما تسقط الامطار على المنحدرات الغربيه لجبال البحر الاحمر، التصريف يكون باتجاه راس بناس ولا البحر الاحمر ولا راس حضربه ولا بحيره ناصر؟ طيب هو التصريف تجاه سقوط الامطار المنحدره اتجاه الغرب، يعني اتجاه وادي النيل. يبقى انا هدور على المياه اللي هتنصرف تجاه الغرب او تجاه وادي النيل. راس بنات بيقع على ساحل البحر الاحمر، يبقى مش معانا. طب نمره 2 بيقول لي البحر الاحمر مباشره، برضو ما ينفعش. طب راس حضربه الخريطه هي لو بصينا لها هلاقي ان راس بنات، راس حضربه، البحر الاحمر كلها بتقع في الشرق، لكن بحيره السد او بحيره ناصر ممكن يجي لي صيغه بحيره ناصر او تجي لي بحيره السد العالي، ودي اللي موجوده في الغرب، وبالتالي تصريف المياه يتجه تجاه الغرب او تجاه بحيره السد العالي او تجاه بحيره ناصر. تمام، السؤال بس اللي اقرب المنخفضات. أقرب المنخفضات الصحراوية للحدود الليبية منخفض القطارة، عبارة صحيحة أم خاطئة؟ على طول هفتح الخريطة عندي وابص على الحدود المصرية الليبية والاقي ان اقرب المنخفضات عندي هو منخفض سيوة زي هو موجود عندنا يا شباب. اذا بنأكد ان احنا بنحل الامتحان لازم نرجع للخريطة ونرجع للكتاب. السؤال رقم 12 يا مس. السؤال رقم 12، اذا اختفت تكوينات الزمن الثاني من الاراضي المصرية فاننا نستنتج؟ على طول اول ما يجي لي زمن او تكوينات جيولوجيه هفتح الجدول بتاع التكوينات الجيولوجيه واشوف الزمن الثاني بيتميز بايه. يا مس ده بيتميز بحجر رملي نوبي، يعني ابار وعيون. طب تمام، الكلام ده موجود في الاختياري؟ لا مش موجود. طب كمان بيتميز بوجود الفوسفات وبيتميز بوجود البترول وبيتميز بوجود الفحم. طب اختفاء الشواطئ المرجانيه دي خاصه بالزمن الرابع. صعوبه قيام الزراعه ولا ندره المعادن الفلزيه ولا ندره او قله المعادن اللافلزيه؟ واحنا اخدين في اعدادي، طبعا احنا بننمو بالمعلومات او بنطلع بالمعلومات اللي بناخدها معانا سنه اولى، معلومات متراكمه. خدنا فرق بين المعادن الفلزيه والمعادن اللا فلزيه. المعادن الفلزيه اللي هي قابله للتسخين والحراره والطلق والترك عليها زي الحديد والمنجنيز والذهب وغيرها، ودي بيطلق عليها معادن فلزيه ودي خاصه بالزمن الاركي. لكن المعادن اللا فلزيه زي معدن الفوسفات ده خاص بالزمن الثاني، واذا اختفى الزمن الثاني من الأراضي المصرية فده هيختفي معاه المعادن اللافلزية المتمثلة في الفوسفات، وتبقى الإجابة عندي نظرة المعادن اللافلزية. تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر بفعل؟ الإجابة رجعت تانية أهو، والسؤال اتكرر بأكتر من صيغة. الحد الشرقي لمصر متمثل فيه البحر الأحمر. طب البحر الأحمر تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر، تكونت بفعل الصدوع، تجيل الصدوع تجيل الانكسارات الاثنين بمعنى واحد في الزمن الثالث في عصر اليوجوسين، تكون البحر الأحمر وتكونت جبال البحر الأحمر. والسؤال اللي رجع اتكرر عندي بصيغة تانية هي سنة ثالث يا سنة أولى، وده بيأكد إن السؤال ممكن يتغير بأكتر من طريقة وتبقى الإجابة ثابتة عندي. اتفضلي يا مس. انفصلت الأراضي المصرية عن قارة آسيا في الزمن الجيولوجي؟ احنا لسه مجاوبين وقلنا ان الأراضي المصرية انفصلت عن شبه جزيرة سيناء في الزمن الجيولوجي الثالث، مكونة البحر الأحمر وجبال البحر الأحمر. السؤال رقم 15، أي من الظواهر الجغرافية الآتية نتجت عن عمليات نحت الرياح؟ تمام، الرياح يطلق بيها او يطلق عليها التعريه الهوائيه بتقوم بثلاث خطوات، نحت ونقل وارسال.
طب ناخد واحدة واحدة. الشواطئ الرملية دي ملهاش خالص دعوة بالرياح لأنها عبارة عن تعرية بحرية. طب المنخفضات، المنخفضات دي عبارة عن أجزاء موجودة منخفضة عن سطح الأرض تكونت بفعل التعرية الهوائية لأنها ناتجة عن النحت زائد بعض العوامل البطنية الأخرى مثل الصدوع. أما الغرود وبحر الرمال العظيم فده نشأ نتيجة لعملية الإرساب الظاهرة اللي موجودة عندي ونتجت بفعل نحت الرياح هي المنخفضات زي منخفض القطارة وسيوة والبحرية وغيره من المنخفضات اللي موجودة عندي. يعد نهر النيل عامل مؤثر في شكل سطح مصر؟ وده سؤال مقالي ميس إيمان. أيوة السؤال ده بيقول لي يعد نهر النيل عامل مؤثر؟ طبعا هو مش بيقول لي صح ولا غلط، هو بيقول لي ناقش العبارة دي. أيوة وهو من أهم العوامل المؤثرة في تشكيل سطح مصر لأن نهر النيل قام بعملية التعرية النهرية واللي بتتمثل في النحت والنقل والإرساب، ولأن مصر دولة مصب في عملية الإرساب كانت ظاهرة فيها وكون لي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وبالتالي نهر النيل من أهم العوامل اللي أثرت في تشكيل سطح مصر.